ازيكم يا حلوين، وجيت لكم في فيديو جديد. بس قبل ما نروح على الفيديو، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتعملي لايك وكومنت حلو. زيك النهاردة بقى فيديو، اشتريت شوية حاجات النهاردة فقلت ايه اوريها لكم، وجات لي رودي هدية فقلت برضه اوريها لكم. تعالوا كده نبتدي. اول حاجة اشتريتها الطقم ده، هو اللي فاكر اسعاره هقوله، واللي مش فاكر اسعاره انا مش، معلش بعذروني. بصوا اهو هي صغنونه كده، هو ده مش ليه، ده لمامتي، فايه قلت بالمره يعني. الطقم ده كان ب60 جنيه او ب65 حاجه زي كده. واحنا محتاجين الشفشق ده، بصوا الاثنين دول كده بيبيعوا مع بعض اهم، الاثنين ب10 مش عارفه ازاي بس هما كده، والبلاستيك بتاعهم حلو. وجبت الفريدة دي اهي اللي هي كده، دي في منها صغير وفي منها دي الكبيرة اهي، دي ب20 بس جميلة. وجبت المضرب ده اهو، وخامته حلوة جدا وناشف ومن تحت كده فتاحة. اي نعم مفيش حد بقى بيستخدم الفتاحة بس مش هتضر يعني. ده كان ب15، لا يا ربي كان ب20. وجبت ثلاث علب دول اهم، هما كده مع بعض اهم. بصوا حتى هما عاملين الورقة يعني ان هي ايه بسعرها اهي، بصوا 3 ب10 جنيه والله، وجميلة جدا وبتقفل حلوة جدا، لان انا جبت واحدة ليا وماما جابت واحدة ففتحنا بتاعت ماما جميلة، والعلبة محكومة بتقفل كويس جدا. ودول برضو التلاتة كده بصوا مع بعض حلو قوي، والوانهم جميلة، التلاتة برضو ب10 جنيه مش فاهمة ازاي. ما علينا. ودي جبتها هي كوفر كده للصابونة، عشان انا الصابونة بتاعت وشي وكده ما بروح في حتة ببقى عايزة حاجة احطها فيها اهي، بتتفتح كده معلش بقى اصور بايد واحدة اهي كده، فجميلة. دي كانت ب7.5. وجبت بقى الكروكس ده، عفوا ان هو في الشوكو اهو، لذيذه بصوا جميل ازاي، مسكر خالص صغنطوطي كده، ده كان ب15 جنيه. وده الشبشب برضو للبيت اهو، اهو كده جميل خالص، هو للبيت يعني مش لتحت، وكان ب25 اهو. شيل بقى الحاجة دي واوريكم الهدية اهي، دي بقى الهدية، هي مامتي اللي جايبها البنوتي عشان كان عيد ميلادها وكده، فلسه جايبها لها الهدية بقى بتاعته. نطلع بقى كده اول حاجة، ده ترينج بس جميل ملوش حل، عجبني قوي، الخامة بتاعته عجباني قوي اهو كده، مفهوش اي حاجة فيه بس الزونت ده، وهو كده بأستك كده من تحت، ولونه ده جميل لونه عجبني قوي. وده البنطلون اهو بتاعه اهو، عشان يبقى باين اكتر اهو، البنطلون بتاعه زيتي، والتيشيرت بتاعه اهو لونه اخضر كده بس جميل وناعم كده وحلو قوي. جابت لها ده وجابت لها واحد تاني رصاصي في اسود، بس هي بصراحة ملحقش تستنى ولبسته فايه معرف، بس هو زيه بالظبط بس لون مختلف. طبعا انا معرفش اسعار لان دي هدية طبعا، فانا ايه مش عارفة سعرها. وجبت لها ده برضو، ده خروج ده كده، وبصوا عليه بنوتة كيوتة خالص كده، وعليه ده الجاكيت، ده الجاكيت ده قط كده، وعليه وفي من هنا كده جيبين، ومن ورا مكتوب كده عليه بس جميل وعسل خالص، تسلم ايديها ما نسيتهاش بصراحة. وجابت برضو الزيزو، جابت له ترينج، قالت ما ينفعش اجيب حاجة الرودينة وايه وما اجيبش الزين، هو برضو كان عيد ميلاده بعدها على طول، فجابت له الترينج العسل ده، بصوا هو فيه نقط كده حلو قوي. وده البنطلون بتاعه اهو،
بنطلون مفهوش رسمه ولا حاجه، فيه بس استك من تحت كده، جميل قوي. وبرده هو ما عندوش اللون ده، يعني هي بتختار حاجه بصراحه يعني ما عندهمش الالوان دي. جابت لها بقى بناطيل الخروج، بصوا جابت لها البنطلون ده، هو من فوق كده باستك كده، وليه هنا جيبين اهم، ومن هنا في الاستراس ده، ومن تحت استك، جميل قوي عجبني قوي، وخامته حلوه قوي يعني عجبني بصراحه. ما عندهاش الستايل ده على طول، يا جينز يا ليجن، فهي جابت لها حاجه مختلفه. جابت لها واحد تاني برضو اسود بس شكل تاني كده، برضو من هنا كده باستك جايبين، بس الشكل مختلف اهو، من هنا في دي، وفي كده جيب من الجنب، وايه استك كده برضو من تحت، عجبني قوي، وفي اللبس عليها تحفه بصراحه. وجابت لها واحد ثالث، وما جابت لها تلات بناطيل وترنجين عشان عيد ميلادها بقى، يعني هي مظبطاها بصراحه. جابت لها اللون ده برضو، ما عندهاش اللون ده خالص في البناطيل اهو، برضو في جيبين وفي الحته دي بس، واستك كده من تحت عشان يلم الرجل لو طويل شويه. بس كده، هي دي هديه رودي وزين، جابت له الترنج، ربنا يبارك لها فيها يا رب، وتفضل كده تجيب لهم على طول. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وكومنت حلو زيكم لو الفيديو عجبكم. باي باي.